السعودية موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها بهدف تعزيز العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها، في خطوة تأتي في ظل تزايد التوترات مع إيران. من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القائمة بأعمال وزير الدفاع وافق على إرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية. And I love the king, King Solomon. سيد البيت الأبيض دأبه في نشر مخاطباته مع العاهل السعودي على ملأ يستجيب بشدة لسخريته لجلب المال. صدق الرجل وعده، فعديد من قواته بضع مئات ربما وموارد عسكرية إلى حيث الصحراء مرة أخرى. الهدف حسب البنتاغون ظاهره ردع إضافي في مواجهة التهديدات، باطنه ربما حماية نظام هذا الرجل كما قال الرئيس الأمريكي. غير ذلك، تعلن الرياض أن الخطوة هذه للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها. لا تختلف العبارات هنا عن مثيل لها في حروب الخليج السابقة، فكلما دعا الداعي لمواجهة تظل على سخونتها منذ أكثر من شهرين. وقد رفع التوتر الجاهزية العسكرية عند ضفتي خليج يمر فوق مياهه ثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا. هنا يقول قائل إن الرياض أدركت أخيرا أنها تفقد خيوط لعبتها، سواء في الملف الإيراني أو في حرب تقودها مع تحالف عربي عند جارتها اليمن. لم تفلح هي والشركاء، وبرغم جبروت القدرات العسكرية لهم، في مواجهة جماعة باتت توجع في العمق السعودي وتتصدى للعدوان برصاص فحسب.